أما هلأ زينب بننتقل لمادتنا التالية، لعبة تكنولوجيا المعلومات الرقمية دور محوري بتغيير توجهات شركات التأمين نحو مخاطبة عملاء من خلال طرح منتجات تلائم متطلبات العصر الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، من إصدار بعض الوثائق التأمينية وتحصيل أقساط إلكترونية. ولجأ العديد من الشركات للتأمين خلال المرحلة الأخيرة إلى استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل مع عملاء. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر عن دخول التحول الرقمي إلى قطاع التأمين، معنا الدكتور رامي خوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي تحت الهواء كنا عن ثقافه وقطاع التامين اللي هو شوي يمكن غامض عن بعض الناس او غير يمكن معروف، ثقافه التامين غير معممه بالمجتمع السوري غير مثل ما قلنا الموظفين او المامنين سياراتهم. تمام. خلينا نحكي اليوم بالبدايه عن التامين بشكل عام وايضا الخدمات اللي ممكن يقدمها حتى الناس تعرف فائده التامين. طبعا اليوم التامين هو خلينا نقول الطرف اللي بيشيل الخطر عن المؤمن له، بغض النظر شو هو الخطر. يعني ممكن يكون هذا الخطر خطر حياه في حال وفاه، خطر صحة، خطر حوادث، خطر تأمين للمشاريع، خطر للآليات المرتبطة بالمشاريع. فالتأمين هو دوره يشيل الخطر بمقابل أنه بيتقاضى قسط معين مبني على احتمالية حدوث هذا الخطر. نعم. فهذا بالمفهوم العام هو كتأمين. طبعا التأمين بيعتمد على الأعداد الكبيرة، يعني اليوم كل ما بتكون شريحة المشاركين أو اللي حاصلين على وثائق التأمين كبيرة بتكون إمكانية الشركة إنه تقدم خدمات أو أكثر. تقدم منتجات جديدة بتكون أفضل، وبنفس الوقت بتكون المنافسة السعرية أفضل. طيب خلينا نحكي شو اللي طرأ تغيير بقطاع التأمين من خلال التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا غزت جميع المجالات والقطاعات، وإلى جانب جزئي هي يمكن نوعا ما بتسرع لك الخدمات وبتوفر عليك الوقت وبتوفر عليك المجهود. مثل ما قلنا قطاع التأمين له حصة كبيرة حاليا وتوجه كتير كبير من خلال توجه العديد من الشركات. هلا بدنا نحكي بهذا النطاق، اذا بدنا نحكي شوي عالميا شو وضع التامين والتكنولوجيا. اليوم التامين هو خدمه، والخدمه طبعا لها معايير ولها ضوابط للحصول عليها. فاليوم التوجه العالمي كله بالمطلق صار لتوسيع قنوات تقديم الخدمه. يعني اليوم ما في تواصل مباشر بين المؤمن له شركه التامين. اذا بدنا نشوف الاحصائيات بالدول العالم او حتى بالدول المجاوره، اليوم ما في مؤمن عم يروح على يدق باب شركه تامين يقول لهم بدي عرض. صحيح. هذا الموضوع صار من الماضي. صار اليوم نستخدم التكنولوجيا، لانه نحن من خلال هالتكنولوجيا بنقدر ناخذ الطلب التامين من المؤمن له، وبنفس الوقت من خلال التكنولوجيا نحن عم تتولد لنا قاعده بيانات. قاعده بيانات هاي بتجي برا، عم تستخدم كل هالتطبيقات اللي بين ايدينا من لاقيها، كان لها علاقه بالرياضه، لها علاقه بالتغذيه، لكيف تقيس سعرات حراريه، بتحطي نبضك، بتحطي ضغطك، كلها هي قاعده البيانات. الشركات الكبيره مثل مايكروسوفت ولا جوجل. صحيح. ولا الى اخره، هي عم تبيعها كداتا لشركات التامين، لانه من خلالها بتقدر هي تطور منتجات. وبنفس الوقت مثل ما قلنا بكل دول العالم طورت قنوات التواصل مع الزبون على تقديم الخدمة والمتابعة الخدمة. يعني اليوم ما معقول كل ما بده يصير حادث بده يتصل بشركة التأمين أو بده يروح لعند شركة التأمين يشوفوا يصوروا الحادث. اليوم كل التكنولوجيا بتمكن حامل الوثيقة وبتضمن لشركة التأمين حقوقها. يعني اليوم وقت بصير حادث بتصور الحادث واللوكيشن تبعه، فنعرف هو فعلا في حادث حقيقي صار ولا حادث مركب. بعثت الصور بدقة من غير ما يكون فيها تعديل. كمان في برامج بتضبط هذا الموضوع، فضمنت بالمطلق انه انت تقديم الخدمة ومتابعة الخدمة من خلال التكنولوجيا. هي اذا بدنا نحكي على صعيد العالم. اليوم بسوريا في توجه حكومي معلن صريح وضحه السيد الرئيس بخطاب القسم، انه نحن اليوم بدنا نطور التكنولوجيا بسوريا، وفي تطوير للدفع الالكتروني. كل هاي الامور هي مجموعه
قنوات بدها تصب بموضوع الحكومة الإلكترونية، وما في قطاع التأمين يكون بعيد عن هذا الموضوع، هو إجباري طرف، لأنه كل ما بيتطور الاقتصاد لازم يكون مواكب له تطور التأمين. يعني اليوم ما في مشاريع كبيرة تطلع إذا ما شركات تأمين قادرة تأمنها، ما في خدمات. اليوم عم ينحكى على موضوع القروض الصغيرة، قروض الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية، هي كلها لازم ترتبط بمنتجات تأمينية تحميها، تحمي هالمنتجات، تحمي الشركات وتحمي الزبون. وبنفس الوقت هي بتقدم لها لشركات التأمين مجموعة زبائن، شريحة جديدة من الزبائن بهالخدمة. فنحن بسوريا اليوم نحن نعتبر حالنا من الجهات يمكن الأولى لتاريخه اليوم اللي عملت تطبيق إلكتروني خاص بتقديم الخدمات الإلكترونية، تطبيق وموقع. هذا بمكن أي شخص بسوريا أنه هو يقدم طلب تأمين ويدخلنا بياناته، نحن نقدم له العرض كله أتمته، ما في تليفون، ما في زيارات مباشرة، ما في مضيعة وقت إمتى بدي أجي لعندك، إمتى بدنا نروح لعندك. هذا الوقت كله انتهى، كله من خلال التكنولوجي. يبعتنا الأبليكيشن، وفي شرائح منتجات تأمينية اللي نحن بنسميها بالتأمين إلى معايير اكتتابية محددة، يعني ما بتتطلب كتير، هي 1 2 3، إذا استوفى المؤمن له الشروط نقدر فورا نصدر له. فهذا الموضوع عم ينشغل عليه مع شركات التأمين، وحتى مع شركات المرتبطة بموضوع خدمات الدفع الإلكتروني، والموضوع يعني كتير قريب إنه نعلن عنه بشكل كتير قوي، ورح يكون له انتشار بكل سوريا. لأنه اليوم إذا بدنا نحكي بواقع الحال، شركات التأمين متواجدة إذا بدنا نشوف بفروعها ولا بإدارات الرئيسية، ما في انتشار على كل أرض الوطن. والمؤمن الموجود بالريف ما عنده مكان لحتى هو يحصل فيه على وثيقة التأمين. فلازم يكون في قناة جديدة واللي هي هذه الخدمات. نعم دكتور، يعني مثل ما عم نشوفها على الشاشة تطبيق جديد، يمكن في أنواع التأمين، إن كان تأمين إلزامي، تأمين سيارات، بالزبط. تأمين على الحياة، إضافة لا مثلا البطاقات، شو هي البطاقة البرتقالية مثلا، البطاقة البرتقالية، فخبرنا عنه، خلينا نشرح عن التطبيق حتى العالم تستفيد منه. بمنتجات التأمين نحن منزلين ضمن عملية شراء التأمين ضمن التطبيق، قريبا إذا الله راد رح يكون متاح أنه اليوم التأمين الإلزامي بيقدر من خلاله الشخص يدخل معلومات المركبة، كأنه رايح ليصدر تأمين إلزامي، لا تأمين المركبة، تأمين السيارة مركبة. اللي هو عند تجديد التأمين. هذا الاتجاه الغير، التأمين اتجاه الغير اللي هو إلزامي ضمن القانون عنا. فهذا بيصير هو بيقدر يصدره من خلال هالموبايل أبليكيشن تبعه، بتطلع له القيمة وقناة الدفع اللي هو بده إياها. إذا هو عامل محفظة إلكترونية للدفع أو عامل حساب إلكتروني للدفع رح يكون متاح من خلال التطبيق إنه يدفعه، وإذا هو ما نوع عامل بده يدفع كاش كمان رح يكون في له قنوات من خلال الشركة كتير كبيرة موجودة مهتمة بأمور الدفع والحوالات المالية لحتى هي تم عملية الدفع. هلأ يمكن على الشاشة دكتور في شراء التأمين وحاطين تمام أنواع. هون بشراء التأمين هذا اللي عم بيحكي عنه، أنه اليوم هاي منتجات التأمين اللي بتتطلب معايير محددة. يعني اليوم مثلا وثيقة تأمين المسافر شو بتتطلب؟ معلومات الموجودة على جواز السفر فقط، بصير خيارات 5، تأمين صحي فينا نقول، التأمين على التأمين الحياة، الصحي اليوم، التأمين الإلزامي، التأمين على السفر، تأمين البطاقة البرتقالية. تأمين البطاقة البرتقالية هي وقت نسافر لدول الجوار لازم هاي تنعمل. كمان هاي بتتطلب بس المعلومات الخاصة بالمركبة. تأمين الحياة المحدد المدة ما بيتطلب أي فحوصات، بيتطلب بس المعلومات الخاصة بالشخص. يعني بده يعمله سنوي ما بيتطلب. تأمين الحياة كمان، تأمين الصحي عفوا، بيتطلب المعلومات، تصريح طبي من المريض اللي هو ضمن هالابليكيشن، كمان في تصريح بيعبيه عن وضعه الصحي، بتطلع له القيمة وبيطلع له شو المبلغ اللازم هو يتوجهه. هل يمكن أكثر التأمينات اللي تشغل بال الناس زينب هو التأمين الصحي، يعني خصوصا الموظفين، ودائما عم يكون في مشاكل بالآونة الأخيرة على التأمين الصحي من خلال التشبيك مع المشافي أو الدكاترة، كيف آلية العمل عندكم من خلال هيدا التطبيق للتأمين الصحي؟ هلا التأمين الصحي اليوم أنا بنصح أي حدا لازم يعمل تأمين، لأنه اليوم الأقساط
بغض النظر عن وضع الاقتصادي للعالم ولا شو، بس هي لا تزال ضعيفة مقارنة بأي لا سمح الله حاجة دخول لأي شخص لمشفى أو لمراجعة طبيب. يعني هي بالحد الأدنى لساتها كتير مقبولة. فالتأمين الصحي كتير ضروري. نحن اليوم ضمن الابليكيشن خلقنا له للمؤمن له حرية الاختيار، يعني بدل هو ما يقول أنا شو العرض الأحسن لإلي، نحن كل العروض رح تكون موجودة هون، فهو بيفتح بيقرأ العرض لكل شركة وبيطلع الشروط اللي هي بتقدمها الشركة وبموجبه هو بيختار. على مستوى الخدمة اليوم الأوضاع اللي عم بتصير المرتبطة بالخدمة ما فينا نقول هي خاصة بس بالتأمين، هي خاصة بالوضع العام. صحيح. يعني اليوم مشكلة الطاقة، مشكلة الكهرباء أثرت على كتير خدمات، زادت بأسعار الخدمات، غيرت بكتير حسابات لتقديم هالخدمة، فهذا انعكس بصراحة على واقع الحصول على الخدمة. ولكن بغض النظر عن هذا الشيء لا يزال التأمين الصحي عم يقدم خدمات، إذا منطلع ليها من بيانات اللي بتصدرها هيئة الإشراف على التأمين منلاقي أرقام مرعبة، يعني إن كان بالتعويضات اللي عم تندفع ولا إن كان بعدد المستفيدين. يعني بجوز نحن اليوم بعلم التواصل نقول الخبر السيء بينتشر بسرعة، صحيح، بينتشر ل 15 شخص خلال 5 دقائق، والخبر الجيد بضل مخبى. فاللي بصير اليوم أي حدا بصير معه موقف بسيط عند أي مقدم خدمة تنتشر، فبتطلع الصرخة بقوله مثلا في مشاكل بالتأمين الصحي. بس نحن إذا بنروح بنعمل مقاربة مع الوضع بأكثر الدول المتطورة، يعني بأمريكا ولا بكندا ولا اللي هن يعتبر اليوم بالتأمين، ولا بريطانيا، هن خلينا نقول القائدين لسوق التأمين بالعالم، منلاقي مشاكلهم كتير أكبر من عنا. يعني اليوم أي حدا بده يعمل عملية بأمريكا، العمليات الباردة اللي هي ما إسعافية بيعطوه دور بالحد الأدنى لبعد شهر، وهي مثبتة. يعني وإذا بندخل بنعمل سيرت شوي على النت منلاقيها موجودة، بيعطوه لبعد شهر العمليات الباردة، العمليات الإسعافية إذا ما كانت مثبتة إنها إسعافية وبتأثر على حياته للمريض ما بيعملوا له إياها بأقل من أسبوع. فنحن لا نزال يعني ما عم ندافع ولا عم نبرر لنفسنا أو لأي طرف هو بيشتغل، هي المقارنة لأنه دائما بتكون قبل وبعد سنوات بالزبط. الحرب هي المشكلة نوعا ما. نحن اليوم نقول ألف الحمد لله أنه نحن وصلنا لهون بعد كل هالأزمة، الحرب الكبيرة اللي مرقت علينا، وأكيد مثل ما مرقت الحرب هالضغط اللي نحن فيه بده يقطع. نعم. يعني ما رح يضل موجود. دكتور خلينا نحكي، دائما العالم بتطمح أنه يعني بطاقة التأمين وخاصة الصحية يكون فيها خدمات أكثر تشمل عمليات أكثر مثل العيون والأسنان مثلا. تمام. بالمستقبل القريب، ونحن بنعرف أنه في فكرة. تمام. هلأ هي موضوع التغطيات هي منتجات. يعني اليوم في أسنان، في نظارات، في حد مالي للمشفى، ما في حد مالي للمشفى، هي نحن بنسميها بالتأمين منتجات. نعم. كل ما بتزيد تغطية صار عندك منتج جديد. فنحن اليوم الموضوع مانو ممنوع او مانو موجود، في بتتأمن تغطية اسنان، وفي شركات عم تعطي بارقام كتير عالية للنظارات ذات الشيء. فالموضوع هو منتج تأميني، قديش بده المؤمن له، او خلينا نقول هالمجموعة او هالشركة قديه بدها هي تحط الحد تبع التأمين، فهو متاح، ما في شيء واقف عنا بالسوق، وكل الشركات عم تقدم وعم تخدم بطريقة جيدة. نحن اليوم من خلال التطبيق أتحنا اليوم للمجموعات الكبيرة موضوع تعبئة طلبات الانتساب للتأمين بيكون كتير سهل. موضوع اليوم في جهات مثلا عم تعمل تأمين، عم تدير عملية التأمين كمؤسسات كنقابات، ولكن موضوع تنظيم عملية الدفع بينه وبين شركة التأمين. يعني لازم دكتور عفوا بس التفصيل، يعني نحن اليوم كمؤسسة إعلامية نحن لازم نرفع باسم المجموعة كلها طلب انه بدنا مثلا تغطية اسنان بالزبط. او عيون، لازم حتى إدارة الإدارة مثلا تحسن بالخدمة، هاي بتجي ما دخلها شركة التأمين. تمام. شركة التأمين شو بدك بتقدم لك؟ اليوم بدها تجي الجهة او صاحب العقد او المسؤول عن المجموعة او المؤمن له يقول انا بدي هاي الخدمة. تمام. هاي الخدمة بتتقدم، كل خدمة في مقابلة قسط مالي. صحيح. فهي القسط المالي ساعتها
بتحدده شركة التأمين والزبون هو حر يقبله ولا لا. فمرجع نقول نحن اليوم بهالعملية من خلال هالأتمتة اللي عم نعملها من خلال التطبيق صار كتير سهل للمجموعات، بدل ما تعمل ورق توزعه على الموظفين عندها لتعمل طلبات تأمين صار متاح من خلال التطبيق. نحن بنعملها إياه بطريقة كتير حضارية، كل واحد بعد بالطلب التأمين تبعه بطريقة منظمة. موضوع الدفع كمان منسق بطريقة كمان منظمة، كان مع شركات التأمين ولا مع قنوات الدفع، وبهيك بتكون كتير أمور تقديم الخدمة هي الأفضل وأسرع، وهو هذا المطلوب. يعني اليوم أنا بنعطيهم تشبيه، اليوم إذا واحد عازم الثاني على أكلة يبرق، طيب عزمه عليها وطعمها إياها باردة ما استفاد شيء، هي طيبة سخنة. نحن الخدمة لازم تتقدم بلحظتها، صحيح. ما لازم تتقدم بعد وقت، إذا تقدمت بعد وقت هي فقدت قيمتها. هلأ موضوع التأمين هو موضوع جدا واسع وشامل لكثير من تفاصيل ومفاصل الحياة، قلنا للحديث تتم دكتور رامي خوري، نتشكرك على وجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، نهاركم سعيد. شكراً لوجودك ولكل المعلومات، ودائماً بنتمنى لنشر ثقافة يمكن التأمين بكافة أنواعه بالمجتمع السوري، لأنه فعلاً هو تأمين على حقوق خلينا نقول المواطن السوري. شكراً لك.